إذن هنا أنا هذا الديسكتوب لما أسوي نيو راح أجد مجموعة من الأشياء من ضمنهم المايكروسوفت أكسل وركشيت. المايكروسوفت أكسل وركشيت هذا الملف هو برنامج مايكروسوفت أكسل، عبارة عن برنامج ضمن مجموعة برامج مايكروسوفت اللي تقدم خدمة مايكروسوفت، من ضمنها الوورد، الباوربوينت، الأكسل، الأكسس إلى آخره من مجموعة مايكروسوفت، من ضمنها برنامج أكسل. برنامج أكسل شنو وظيفته؟ يعني الوظيفة الرئيسية هذا من أفتحه، شنو الوظيفة الرئيسية من هذا البرنامج؟ البرنامج هذا من أهم وظائفه هي القيام بالعمليات الرياضية والحسابية عن طريق دوائر رياضية، تمام؟ هذه أهم وظيفة يقدمها برنامج مايكروسوفت أكسل، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالإضافة إلى تحليل البيانات، إذا عندي مجموعة بيانات أريد أحللها سأحللها من خلال الإحصاء، أحللها من خلال الرسم الجرافينج الشارت اللي هو هنا هذا الرسم، هنا يعطيني في الأوفرفيو عن البيانات اللي عندي. هذه وظيفة ثانية مهمة للمايكروسوفت أكسل. الوظيفة الثالثة ثانوية تعتبر اللي هي القيام بالجداول، إنشاء ورقة، تمام، تنظيف، طباعة، هاي الأمور البسيطة. مثلا هذا جدول عندي أريد أسوي، أريد أكتب مثلا كتابة وأسوي درجات مع طلبة هنا إلى آخره. هذه الشغلات البسيطة شغلات ثانوية بالنسبة للأكسل. الأكسل إلى مهام رئيسية اللي هو هنا فورمولا، هاي مجموعة من الدوال الرياضية اللي يؤديها برنامج الأكسل، تمام؟ إضافة إلى أنه يعتبر من برامج اللي تثبت بها قواعد البيانات، يعني مو 100% لأن أكو قواعد بيانات عندك مايكروسوفت أكسس، لكن الأكسل لا بأس به. ليش يستخدمه عادة؟ لسهولته. عادة بشوف دوائر الدولة تشوفهم يستخدمون بالحسابات برامج مايكروسوفت أكسل رغم أعداد الموظفين الكثيرة. ليش؟ لأنه برنامج سهل بالتعامل، يعني سهل بالإمكانيات اللي يقدمها، تمام، فيستخدمه للسهولة طبعا لا أكثر ولا أقل. وإلى أكو برنامج أو أكو برامج ممكن أن تصمم تؤدي وظيفة أفضل من المايكروسوفت أكسل، تمام. زين، إذن هنا البرنامج طبعا بملاحظة أنا بالنسبة لي مادة التدريب المنهجي يعني ما أنطي ملزمة، يعني ما راح تنزل لكم ملف PDF. التدريب المنهجي هي عادة مادة عملية يعني تعطى بالكلية، بس بسبب الظروف، يعني الظروف هذه الحالية والمختبرات الكثيرة بالكلية ما تكفى أنه تصير مادة يعني تداومون بها، أوكي، صارت أونلاين. هي مو كلش صعبة، ويعني نشرح الأكسل كورس كامل ونشرح الباوربوينت كورس كامل، ملزمة ماكو بهاي المحاضرة، تمام؟ المحاضرات ما بيها ملازم، يعني احنا عادة تدريب المنهجي هي مادة عملية يعني عادة، فما أطي بيها ملزمة. أني حاولوا أنه تنتبهون وياي، المحاضرة راح تسجل وتنشر على كلاس روم أيضا. بالإضافة إلى بإمكانك أن تفتح مايكروسوفت أكسل الآن بالحاسبة، إذا أنت قدامك حاسبة وداخل من الموبايل أو إذا داخل مباشرة من الحاسبة تقدر تفتح نيو مايكروسوفت أكسل وتحاول تطبق وياه قدر اللي ممكن أنت تطبقه، واللي ما تقدر لا تقدر ترجع له بالمحاضرة، تمام طلاب؟ واضح هاي النقطة؟ زين، تمام، واضحة؟ أحد من الطلبة يجاوب أوكي؟ زين، نعم دكتور، واضحة، تمام. أنا أريدكم تستفادون من المادة العلمية قدر الإمكان، وما أريد أعقدها عليكم أيضا، لذلك كل محاضرة راح نشرح في جزء بسيط عن المايكروسوفت أكسل، في القائمة، في النص قائمة، حسب الوقت وحسب الحالة. هسه نجي هنا، أنا أول ما فتحت مايكروسوفت أكسل هنا لقيت شغلة اللي هي شنو هي هاي؟ هاي ورقة واحد، طبعا اللي عدة بالإنجليزي يلقاها شيت 1، وأكثركم يجوز راح يلقاها مثل هاي، شوفوا شيت 1، ويلقاهن باي ديفولت ثلاث شيتات،
اوكي ثلاث شيتات، اي اكسل تفتحه تلقى بيه هنا ثلاث شيتات، كل شيت عباره شيت معناها ورقه، يعني هاي ورقه عمل، كل شيء تقدر تثبت بيها بيانات. تقدر ايضا هذه ورقه اخرى تقدر تثبت بيها ايضا بيانات معينه، هذا ايضا بيانات معينه، ويمكن الربط بيناتهم. وهنا تقدر تفتح ايش قد شيتات تحتاج انت تقدر تفتحها. اوكي هذا الشيء تقدر تسوي اعاده تسميه من خلال دبل كليك، راح يتحرر الاسم. اوكي مثلا انا بدي اكتب الاسم مثلا الفصل الاول، اوكي هنا انا اغير الاسم مال هذا الشيت، هذا ايضا اقدر اغير الاسم مالته، هنا انا ديليت راح احذفه لان ما احتاجه، من تحذفه اوكي هذني مجموعه خيارات ان شاء الله نوصلهم نشرحهم بوقتها شنو الشغلات المهمه بيهن. اوكي هنا انا هسه اول شغله بالمايكروسوفت اكسل عندكم شغلات مهمه جدا جدا تنتبهون وياي. يعني هنا طبعا قائمة هوم قائمة مشتركة متشابهة مع باقي القوائم، يعني بالمايكروسوفت اللي تلقاها مشتركة مع الوورد ومشتركة مع الباوربوينت. الهوم قائمة الوصول السريع، يعني الشغلات المهمة اللي أكثر شيء تحتاجها حتى توصل لها بسرعة هي هنا موجودة أمامك بقائمة هوم، زين، أو الصفحة الرئيسية اللي عندك باللغة العربية. أول شغلتين مهمات ببرنامج مايكروسوفت أكسل هن اثنين، حاولوا تثبتوهن يمكن. اول شيء البيج لاي اوت، اول ما تفتح الاكسل من تريد تشتغل من اليسار لليمين لو من اليمين الى اليسار، هاي النقطه جدا مهمه. يعني انا هسه هذه الخليه الاولى مثلا راح اكتب بيها الاسم، اوكي المرحله
أستاذ. أستاذ ماكو صوت. لابس اوكي سمعوني؟ الدكتور مساك الصوت. ماشي تمام اوكي. اذا هنا مثل ما شفتوا هذا هنا البيج لاي اوت وظيفتها الرئيسيه انه تعطيني تخطيط للصفحه. يعني هنا حول الشيت مالتي الى صفحات طباعه، صفحات اي 4، يعني هذه ورقه اي 4. هنا طبعا ايضا هذا الموضوع يحدد البيانات اللي عندك، يعني انا البيانات اللي عندي جاي اشتغل عليها هل اريد اطبعها بالاخير لو ما اريد اطبعها؟ هنا نكون تنتبه قبل ما تبدي بالعمل على مود شنو تنسق عملك وترتبه. اوكي؟ فهنا مثلا هذا الصف او هاي الخليه مجرد انه يصير العرض مالتها بهذا القدر راح تعبر باقي البيانات الى الصفحه الثانيه، يعني هنا مثلا اريد اكتب الدرجه مثلا، اوكي؟ هنا الدرجه راح تنطبع بصفحه ثانيه ما راح تنطبع بهاي الصفحه. هنا تصير عندك مشكله. اوكي؟ فهنا يحتاج تضبطها قبل البدء بالعمل، شوفون هذا الخط المنقط الدرجه عبرتها هنا عبرتها معناها راح تطلع خارج منطقه الطباعه، يعني المنطقه اللي راح تنطبع عندك كورقه هي هذه تشوفها هنا منقطه بهذا الشيت. اوكي، فاول ما تبدي تشتغل يحتاج انت تعرف هل انت جاي تشتغل على ورقه قابله للطباعه ام ورقه عاديه او مجرد بيانات تريد تعبيهم بالاكسل، شنو اللي تريده. اوكي تمام، وهنا عندكم مثل ما تعرفون الكنترول زد هي تراجع، فانا تراجعت 9 من الخطوات اللي سويتها. هاي نقطه جدا مهمه، كثير من العاملين على برنامج الاكسل يشتغل صح، يوثق بيانات، يشتغل معادلات، بس ما عنده مهاره بالعمل بحيث من يطبع يخلص شغله يجي يريد يطبع يبدي يواجه مشكله بالطباعه، وهي انه جزء من الاوراق تطلع او جزء من البيانات تطلع بورقه ثانيه، ويقعد يحتاج له ربع ساعه نص ساعه بس يرتب بيها في سبيل انه يرجعها تنطبع بورقه واحده. هو كان المفروض منه من البدايه انه يوثق عمله بطريقه فنيه بحيث يشوف حدود الصفحه قبل ما يشتغل. هنا صارت صفحه مثل الوورد، طلاب تشوفون هاي الصفحه صارت حالها حال المايكروسوفت وورد. الوورد بي بالاعلى راس الصفحه وبالاسفل تذييل الصفحه، تشوفون ذني اد فوتر. فوتر يعني ذيل الصفحه، اد هيدر يعني راس الصفحه. راس الصفحه تقدر تكتب بيه الاسم، الكليه، المؤسسه اللي تنتمي لها، تمام؟ مثلا هنا نكتب كليه الامام الكاظم. هذا هامش يسموه، اوكي؟ تمام؟ او نكتب مثلا هنا راح اكتب قسم هندسه تقنيات الحاسوب، اوكي؟ هذه ايضا كتبناها هنا، هذني اذا ارجع للورقه الرئيسيه القاها ما موجودات. يعني اللي كتبتهن هسه قبل شويه اللي هن كليه الامام الكاظم قسم هندسه تقنيات الحاسوب هذني ما موجودات بالورقه الرئيسيه لما ارجع بهذا الشكل. ليش؟ لان هذني هوامش مع الصفحه. يعني هذني من تريد تطبع راح يطلعن امامك، اوكي؟ من تريد تطبع راح تطلع. هسه اذا نريد نطبع انتم تعرفون اكيد الكنترول وبي، اوكي؟ طباعه. شوف من طبعت اذا تلاحظون هذا هنا بالاعلى كليه الامام الكاظم وهنا قسم هندسه تقنيات الحاسوب. اوكي، شوفوا هن طلعت بالطباعه كراس للصفحه. طبعا اذا اضيف رقم الصفحه هنا ايضا هذا الشيء ممكن. اوكي تمام، واضحه هذه؟ فعندكم راس الصفحه وتذييل الصفحه
ايضا راح يطلع بالطباعه، الا انه بالورقه العاديه هنا امامك ما يطلع. فتقدر تستغل المساحه توفر مجموعه خلايا. يعني مرات انا ادمج مجموعه خلايا هنا على مود اكتب هاي العبارات الاوليه اللي هي الكليه، القسم، اسم الماده، او بعض الامور او التفاصيل الرئيسيه عن الماده او عن العمل اللي انا جاي اشتغل عليه. فاضيع في 3 صفوف 4 هنا ادمجهن واشتغل عليهن على مود اكتب ذني. في حين انا عندي راس الصفحه اقدر اوثق بالاشياء اللي محتاجها. هسه بس تفعل صفحه ثانيه تنقر عليها راح تتفعل عندك الصفحه الثانيه، وراح ترجع الكتابه نفسها على اعتبار هذا انت حطيت راس للصفحه، فراح يبقى ثابت بكل الصفحات. شوف انقر هنا كليك راح تتفعل الصفحه الثانيه او الثالثه، وراح تطلع عندك هذا راس الصفحه. اوكي، هاي النقطه واضحه. فهاي النقطه الثانيه جدا مهمه، انه تخطيط الصفحه اللي تبدي تشتغل عليها يكون قبل ما تشتغل انت تعرف على شنو راح تشتغل، ورقه اي 4 او ورقه ما تطبعها، اوكي، حتى يكون عملك مضبوط ودقيق. هنا اكو نقطه يجوز لاحظتوها هسه قبل شويه، من ضغطت كنترول وبيور تطبع. اوكي، شوفون الصفحه هذه، الصفحه هاي امامكم فارغه، يعني تشوفون هاي ماكو خطوط، الخطوط اللي هسه قبل شوي كنا نشوفها بالاكسل ما موجودات هنا، بينما الخطوط اللي حددناها يعني المنطقه اللي حددناها فقط هذه، تشوفون هذه فقط هاي طلعت بالطباعه، اما باقي الملف او باقي الشيت الخطوط ما موجوده. امامكم برنامج مايكروسوفت اكسل تشوفون هاي الخطوط. اوكي، هاي الخطوط هي عباره عن خطوط وهميه يعني فيرتشوال، هذه انت تكتب بيها للسهوله على مود يسهل لك العمل اللي انت جاي تشتغل عليه. اوكي، يعني هاي الميزه ما يوفرها الوورد او يوفرها الباوربوينت او برنامج اخر، فقط الاكسل يوفر هاي الميزه انه يحط لك خطوط وهميه. تشوفون هاي خطوط وهميه، واقدر الغيها بالفيو هنا اللي هي هذه الخطوط، تشوفوها هسه اختفت، في حين اني اقدر اظهرها على مود اني شغلي يصير مرتب، ويعني كانما اني جاي اكتب اوريدي بجدول. اوكي، ولذلك دائما اللي يسوون جداول يروحون مباشره على برنامج المايكروسوفت اكسل، لان يعطيني سهوله بالعمل، واصلا هو اوريدي يعني هو هذا جدول وهمي هو مسوي لك، انت تقدر من تخلص الجدول نسخه بالوورد جاهز. اوكي، هاي الميزه ايضا مهمه ببرنامج مايكروسوفت اكسل، ان هاي الخطوط اللي امامكم هي خطوط وهميه. تمام طلاب، اكو سؤال لحد الان؟ طلاب احد عنده سؤال، ملاحظه، استفسار؟ يقدر يفتح الميكروفون. حسين، علي حيدر الرزاق، أمجد، عباس عبد الأمير، طلاب عيني واضحة المحاضرة، واضحة هنا، أي أحد منكم يفتح ميكروفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. عفوا استاذ، نشارك الشاشة مالتك؟ نعم. هسه أوكي تشوفها؟ لا لسه استاذ ما ظهر. زين. راح أسوي إيقاف. راح أسوي مشاركة من جديد. هسه أشوف. ما أعرف أستاذ، ممكن المشكلة عندي لأن لسه ما ظهر عندي. ما أدري، أحد الطلبة يقدر يفتح الميكروفون يشوف. عندكم مشكلة بمشاركة الشاشة؟ دكتور يمي اكو صورة انا. اكو صورة يمك؟ تمام. يعني اذا تريد عباس اطلع من الميتينج وارجع مرة ثانية. اوكي؟ ان شاء الله ممنوع. طلاب اذا هاي النقاط المهمة، طبعا انا لحد الان ما شارح شيء عن البرنامج، بس هاي النقاط
اللي شرحتها ووضحتها هي نقاط أساسية ومهمة قبل البدء أو قبل الشروع بالعمل بالبرنامج حسب التطبيق والحاجة اللي التطبيق والحالة اللي أنت جاي تشتغل عليها. أوكي، فهذن النقاط جدا مهمة، من اللي هي أرجع أكد عليهن البيج رايت تو ليفت أو ليفت تو رايت، شوف أعكس اتجاه الصفحة، هاي النقطة الأولى المهمة. والنقطة الثانية المهمة تخطيط الصفحة، أنه أخليها ورقة قابلة للطباعة أو ورقة غير قابلة للطباعة، وهنا أقدر أكبر بالهوامش حتى آخذ أعمدة أكثر أو صفوف أكثر، أقدر أخلي بالورقة مالتي حسب الحاجة. أوكي زين، إذا راح أرجع أفتح هذا الملف وراح أبدي أشرح الآن أول شيء بالقائمة اللي هي قائمة هوم. القائمة مال هوم، القائمة مثل ما وضحت لكم قبل قليل هي قائمة مشتركة مع باقي مجموعة برامج مايكروسوفت كالوورد والأكسل والباوربوينت، اللي هي قائمة الوصول السريع لأكثر الأشياء اللي أنت تحتاجها أثناء عملك على ورقة العمل. هنا أنا طبعا اكو نقطة مهمة أخرى أحب أنبه عنها. هنا أنا عندكم ترقيم الخلايا جدا مهم، يعني جوز هسه ما عندكم في الأوليات عنه. هنا الصفوف شوفوهن، هذني يسموهن صفوف بالأكسل، وهذني يسموهن أعمدة، هذه أعمدة بالأكسل. أوكي، الخلية كل خلية بالأكسل لها موقع. هم ليش مطين للأعمدة أي بي سي دي إي إلى آخره، وليش للصفوف مطين 1 2 3 4؟ تمام، على مود هنا كل خليه يصير لها لوكيشن، موقع. يعني هاي الخليه شنو موقعها هسه؟ موقعها دي 3. شوفوا طلاب، دي 3 هذه الخليه مثلا. اوكي، مثلا هذه الخليه شنو موقعها؟ جي 3. هاي الخليه، اوكي، انا الونها على مود تبين عندك، اف 8. اف 8 موقعها. شنو فائدة الموقع؟ بالفانكشن هنا من نكتب دالة لازم تحتاج اللوكيشن مال الخلية اللي جيت تشتغل عليها أو مجموعة الخلايا. أوكي؟ فهنا اللوكيشن أو موقع الخلية لازم أعطيه رمز على مود يفهم الأكسل ضمن الدالة. كذلك طبعا هنا تلقى اللوكيشن. اللي فاتح مايكروسوفت أكسل يقدر يشوف اللوكيشن هنا بالطرف هذا، كل خلية أتوقف عليها ألقى اللوكيشن مالتها بهذه الجهه اليسرى اذا باللغه الانجليزيه، بالجهه اليمنى اذا باللغه العربيه. فالت 6 هذا اللوكيشن مالتها، واضح؟ فهنا ايش قد عندك انت؟ كم خليه موجوده بالاكسل؟ كم صف؟ شوف ندوس كنترول واتجاه لي جوا يطلع لك عدد الصفوف الموجوده بالاكسل اللي هي 1,048,576 صف موجود بالاكسل. شوفوا هذه 1,048، يجوز يجيكم سؤال اختيارات او فراغات يقول لك كم عدد الصفوف الموجوده ببرنامج مايكروسوفت اكسل، فيحتاج انت تنزل اخر صف. فشلون تنزل؟ مو تبقى بالمؤشر تصعد وتنزل، لانه مليون صف. فاكو يعني فد 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 بالكيبورد اداه سريعه تكتب تنقر كنترول واتجاه لي فوق، او كنترول واتجاه لي للاسفل يوديك لاخر خليه او اول خليه بالعمود. اوكي، كذلك بالصفوف او بالاعمده كنترول واتجاه يسار تشوف وداني لاخر عمود، اخر عمود بالورقه العمل مالتي مال الاكسل. اوكي، اللي هي اكس اف دي، هذه اخر شيء عندك. بعد وراها ما عندك اعمده. طبعا هذا الموضوع يختلف بالنسبه للاصدارات، يعني اكو اصدارات قديمه ما بيها هذا، يعني يجوز اقل عدد صفوف او اقل عدد اعمده اقل. اوكي زين، اذا نرجع، اذا هاي النقطه الثالثه المهمه. صارت عندكم 3 نقاط طلاب، سجلهم ورقه وقلم. اولا اتجاه الشيت مالت يسار الى اليمين او من اليمين الى اليسار. النقطه الثانيه تخطيط الصفحه مالتي، انه هذه الورقه مال طباعه او مو مال طباعه او شنو ترتيبها. اوكي، حتى تظهر لي هذه الخطوط وابدي اشتغل عليها. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه والمهمه اللي هي كون تعرف مواقع الخلايا، يعني هاي الخليه شنو موقعها، هاي شنو موقعها. تمام،
هذه ايضا النقطه الثالثه. والمهم الان راح نبدا نشرح بالتولز والادوات الموجوده امامكم. الهوم طبعا بيها هنا كت وكوبي، هذني يعني مرات عليكم البيست، اوكي هنا يعني كوبي بيست. هنا ايضا اذا عندك فد نص انت نسخته، هنا البيست مالته عندك بي انواع، اوكي مثلا انا سناسخ فد عباره من مكان معين. اذا هسه نشوف فد ملف اكسل ننسخ منه بيانات معينه، اوكي هذا ملف اكسل راح انسخ منه. زين هذا ملف اكسل اريد انسخ منه فد عبارات على مود اراويكم اللصق بها فد عده اوبشنات، يعني اللصق من اجيب عبارات من مكان. هذا هسه عندي فد ملف اكسل اريد انسخ هاي الكتاب اللي هنا او انسخ هذه الكتاب، اوكي خيارات كوبي تمام مثل ما تعرفون او كنترول في بالكيبورد للسرعه. هنا كنترول سي العفو للنسخ، هنا كنترول وفي اللصق تمام. من اللصق انت كنترول وفي جابها نفسها تشوفون يعني بالضبط نفس تنسيقها وشكلها وحجم الخط ولونه والى اخره. زين راح ارجع اكو فد اداه للصق. شوف من اختار لصق اكو عندك عده اشكال للصق تشوفين هنا. اذا عندك لينك او رابط مال موقع تريد تلصقه هنا تقول له بيست لينك على مود يجيب لك اياك لينك. هنا عندك تنسيق، هنا تبدل الخلايا، هنا اذا عندك فورمولا يعني فانكشن تنسخها، داله تنسخها. هنا لا يعني تلصق فقط الفاليو، يعني انت من نسخت هنا اللصق راح يصير فقط القيم، يعني يوخر لك كل التنسيقات الموجوده بالشيء اللي نسخته. شوفوا من قلت له بيست شوف جابها هنا الاحد بس بدون اي تنسيق اللي هو التنسيق الديفولت مال المايكروسوفت اكسل ماتك، اوكي. فهنا اللصق ايضا بعده خيارات، يعني انت حسب الحاجه شنو اللي تبي، بينما هذه البيست الاصليه اللي هي تحتفظ بالتنسيق وحجم الخط ولونه وتعبئه الخليه وكل المحتويات، اوكي طلاب. فهاي النقطة للبيست أيضا كنت تاخذوها يعني تنتبهونها، أنه أنت عندك مجموعة خيارات بالبيست وأيضا عندك سبيشال بيست، يعني هنا شوفوا أكو عندي عدة حالات إضافة بعد على سبيشال أيضا موجودة هنا، أكو حالات للصق إن شاء الله يجوز نوضحها مستقبلا. فهنا الكت الكوبي، أوكي الكوبي أز بيكتشر طبعا أكو ميزة هنا بالأكسل، يعني جدول مثلا أنا هذا الجدول اريد ان انسخه وادزه مباشره كصوره، مثلا اريد ادزه لطلاب يحمل جدول مثلا هذا قسم القانون، اوكي هذا جدول قسم القانون عندنا اريد ان انسخه شلون ادزه للطلبه كصوره، شلون ادزه كصوره شوفوا احدده كليك ايسر وابقى اسحب حتى تخلصت هذا. ايش راح اسوي؟ راح هنا يقول لك الفورمات يعني شلون تظهر بالسكرين، هنا راح اقول له اوكي النسخه كصوره هذه. طلاب واضح؟ النسخه هذه كصوره. الان اذا اروح افتح برنامج الرسام كلكم تعرفوا له، اوكي المفروض اسوي بيست يتفعل عندي البيست بالرسام. شوفوا البيست متفعل عندي ليش؟ لانه انا ناسخ شغله فهنا سويت لها بيست اجتني صوره تمام طلاب. هاي الميزة ما يقدمها برنامج آخر، هاي الميزة ما يقدمها برنامج آخر، يعني هاي حصرا يقدمها البرنامج المايكروسوفت أكسل تمام طلاب. واضحة هاي النقطة؟ واضحة الفكرة أنه أنسخ الموجود أمامي كصورة سواء جدول أو معلومات أو بيانات. زين فالنسخ ايضا بميزات، يعني هذه الكوبي ينسخ كما هي، هنا كوبي از بيكتشر. الفورمات بينتر هاي موجوده بالباوربوينت وموجوده بالوورد اللي هي نسخ التنسيق، يعني هنا
انت اذا عندك تنسيق معين، لا هذه مثلا هاي الخليه راح شوي اغير بتنسيقاتها، شوي ركز وياي. اوكي، هذه الخليه الاسم راح اسوي هذا لون اصفر التعبئه مالتها، اللون احمر مثلا التعبئه هذه امامكم بهالشكل راح اعبيها. شنو بعد من الخيارات؟ راح اكبر الاسم مثلا، الخط راح اغيره. اوكي، هذا اللي هسه وضحت. هاي الخليه هي وتنسيقاتها، اظل نفسهن اعيدهن على هالخليه واعيدهن على هالخليه، يعني هاي العمليه راح تطول عندي. اذا اظل كل خليه انقل تنسيقاتها الى خليه اخرى راح تطول العمليه عندي. فايش راح اسوي؟ راح هذه الخليه اسوي بينت فورمات بينت، يعني نسخ التنسيق. اوكي، نسخ التنسيق ايش يقصد بيه؟ يعني ياخذ لي تنسيقات هاي الخليه احطهن بخليه ثانيه بدون اللجوء لاعاده هاي التنسيقات. تمام طلاب؟ فاذا شلون افعلها؟ كليك ايسر نقرا عليها، شوفوا صارت كانما اني ناسخ من عندها، بس انا ما ناسخ العبارات، ناسخ التنسيق. وتحولت تحول المؤشر الى علامه مثل اللي تشوفون هاي، مثل الفرشه. اوكي، فبس كليك ايسر حدد لي اياها كانما نسخت التنسيق. هسه وين تريد تلصق هذا التنسيق؟ اوكي، كليك ايسر ثاني هنا تخليه راح ينسخ هنا هذا النص. اوكي، عفوا لحظه طلاب. طلاب اوكي، هاي الملاحظة تمام، راح اعيدها، راح اعيد طلاب. هنا اذا انا هذه الخلية بها تنسيقات مثل اللون والحجم والحدود والتعبئة، بدل ما اعيد هاي التنسيقات على خلية اخرى، شنو اللي اسوي؟ انا اتوقف على الخلية هاي الموجودة هنا، اوكي، واروح على اوبشن اللي هو فورمات بينتر. فورمات بيتر اللي عندنا بالعربي نسخ التنسيق، كليك ايسر عليها، يعني شوفوا بس كليك ايسر تفعلت عندي هاي كانما انا نسخت من عندها، بس انا ما نسخت العباره او المحتوى وانما نسخت التنسيق. هذا التنسيق اريد انقله على هاي الخليه، ايش اسوي؟ بس اوقف على هاي الخليه وكليك ايسر تفعلت النقل التنسيق مال هاي الخليه الى هذه الخليه. تمام طلاب؟ هاي النقطة واضحة؟ أحد عنده سؤال بيها حتى أنتقل لخطوة أخرى؟ طلاب أوكي، أحد عنده سؤال؟ استفسار، ملاحظة؟ تمام، أنتم بإمكانكم طبعاً ترفع إيدك إذا عندك سؤال، تقدر تدز تعليق أيضاً، ارفع إيدك أيضاً أفضل. زين، هذا اللي طبعا انا متاكد انه معلومات عامه وبسيطه انتم ماخذينه ومرات عليكم، انه فد شيء بسيط يعني. هنا الحجم او الكتابه تصير بولد، وهنا تصير مائله اذا تريد، هنا تصير جواها خط مثلا اذا تريد. اوكي، هنا الحدود هاي مهمه جدا، الكتابه مالتك او المعلومات اللي عندك ما راح تظهر بالطباعه ما لم تضع لها حدود. اوكي، هاي شرحناها قبل شويه وشوفتكم لما ردنا نطبع. اوكي، شفنا انه الخطوط مال مايكروسوفت اكسل باقي الحدود افتراضيه، يعني سنفرض اني راح اوخر هاي التخطيط، يعني هاي الخطوط راح اوخرها، شوفوا من انقر هنا راح اوخر كل الحدود، نو بوردر يعني ماكو حدود. وهسه راح اطبع كنترول وبي، شوفوا من طبعت
طلعت ورقة فارغة، يعني أنت حتى لو تعبيها معلومات تطلع على شكل ورقة بدون جدول. تمام طلاب؟ فهاي النقطة مهمة، يعني البيانات مالتك أنت ليش تشوفها هاي الخطوط وهمية افتراضية؟ فيحتاج شنو اللي يسوي؟ المنطقة اللي جاي تشتغل عليها أو كل المنطقة حسب العمل تسوي لها بوردر، تسوي لها حدود. أوكي؟ أول بوردر. طبعا البوردر بها أنواع، مثلا أكو بس للأسفل شوفوا، يعني مثلا هذه خلية. أوكي؟ هذه خلية راح أشتغل عليها هسه، أراويكم الأنواع مالتها. هاي الخلية شوفوا هاي بس لست، بس أسفلها صار خط موجودة بالورد، هاي بس أعلى صار خط، باليسار أو لليمين صار خط. هنا أنا all border يعني كلها سوي لها حدود، هذه all border اللي هي المشهورة أكثر شيء. هنا outside يعني مثلا هذا جدول أسوي له بس outside border. أوكي، هنا أنا راح أسوي له outside، أول شيء أوخرهم كلهم تمام، وبعدين أسوي له فقط outside، العفو مو اوتسايد، هذه الاوتسايد بوردر. شوف الجدول صار حدود خارجيه فقط، يعني من تريد تطبع هسه شوف حد خارجي فقط، حد خارجي موجود به تمام. فهذه ايضا نوع من الانواع، اذا تريد تطبق نوع كون توخر هن كل الحدود يا الله تبدي تشتغل، يعني هذه حتى اطبق عليها شيء لازم اوخر الحدود الموجوده وابدي احط جديده. هنا ثيك اوتسايد بوردر يعني الحد مالتها يصير ثيك الخط مالتها. اوكي، يعني شلون هذا هسه مثلا خليها ثيك، زين شوفوا انها صارت سميك الخط البوردر. وكل هذن اذا ما عجبنك الانواع عندك تقدر تسوي درو، يعني انت تقدر ترسم اللاين كولر، الكولر مال اللاين تتحكم به، يعني هسه احنا كله باي ديفولت اسود بينما الحدود تقدر تغير الوانها مثلا. اوكي، هنا أنا شوف هاي الحدود، اني يعني ظهر لي قلم واني جاي اسوي حدود من يم. اوكي، وخطها اللون مالتها احمر، زين هذا بالاعدادات هنا اللاين كولر. الستايل مالته يعني اذا تريد البوردر مالته ستايل يختلف، هنا موجود انواع مختلفه. اوكي، تريد مور بوردرز يعني حدود اخرى، هنا مطيك انواع مختلفه والكولر ايضا مطيك، وهنا تقدر تقسم الصفحة. تشوفون مرات الخلية أريد أقسمها بهذا الشكل، لأن عندي جدول شوفونها انقسمت على مود يصير بيها بيانات بمكانين. أوكي طلاب، فهذني هاي بسيطة يعني، بس هنا بالأقصر موجودة بكثرة، يعني مطيك بها صلاحيات أكثر، لأن هو أصلا الأقصر هو عبارة عن جداول موجودة أمامك. زين، واضح طلاب؟ زين، هنا عندي التعبئة مال الخلية، هذه الخلية، هذه تعبئة الخلية، يعني يا لون هاي الخلية تتعبأ فيل كولر. هنا أنا مثلا أنت عندك ألوان متعددة، زين هنا أنا حجم لون الخط الموجود بالخلية، يعني هذه الخلية هسه اللون أحمر، تقدر تسوي أسود، تسوي حسب اللون اللي أنت تريده. هاي تنسيقات تعرفوها أنتم. هنا أنا حجم الخط، اوكي ايش قد تريد حجم الخط؟ طبعا حجم الخط كل ما تكبر تكبر الخليه، فهذا الشيء يكون انت تنتبه له يعني، وتساوي عملك يعني كل الخطوط متساويه، يكون تحاول قدر الامكان لا يصير الخطوط مختلفه بالاحجام. هنا نوع الخط، هاي ايضا موجود عندكم بالوورد حجم الخط، وهنا تقدر تكبر بالحجم بدون يعني انه تختار منها، يكبر لك درجتين درجتين، هنا تقدر تزغر درجتين درجتين للسرعه يعني يعطيك اياها. تمام طلاب؟ زين. هنا راح ننتقل الى هذا الجزء، هذا الجزء شو يتضمن؟ يتضمن انه هذا هاي الكتابه اللي موجوده بالخليه، يا اما اخليها بالمنتصف بهالشكل تشوفون، يا اما اخليها بالاعلى حسب التطبيق. وهنا اتجاه الكتابه يعني الكتابه اللي بالخليه هم اخليها بالوسط او بالطرف هذا او بهذا الطرف، اوكي؟ طبعا اللغة العربية تستخدم لازم اتجاه النص من هنا، اوكي رايت تو ليفت، هاي لازم تضبطها عندنا كلش مهمة، لانه الكتابة ما تطلع بصورة صحيحة. فهنا الكتابة اذا بالعربي لازم تختار رايت تو ليفت، وهنا دائما تختار يا اما هاي يا اما هاي، يعني يا اما بالمنتصف يا اما باليمين، لان انت تكتب بالعربي باليسار ما يصير هنا تكتب باليسار، لان هاي للغة الانجليزية. اوكي، وهنا يا اما اعلى او بالمنتصف
او في اسفل الخليه، تمام ولا لا؟ هذا من النقاط المهمه ايضا، يعني موجوده هذه بالوورد. هنا ايضا عندكم اذا تحب تكتب النص بصوره مختلفه، شلون ما شفنا هنا بالجدول، شوفون النص شلون كاتبه بصوره مائله، هنا تتحكم بيها. اوكي، هنا طريقه الكتابه، يا اما هذه الانجل او الفيرتيكال او الروتيت، تمام. هنا أنا طريقه الكتابه بالخليه. اوكي طلاب، هاي النقاط اللي هنا أنا واضحه، حتى انتقل لدمج الخلايا وهاي المعلومات البسيطه اللي هنا. احد عنده سؤال طلاب؟ ملاحظه، استفسار؟ انا اريد تسالون، انا اريد تفاعلكم يعني. حسين مشتاق، تمام واضح الشرح. اوكي، انتقل لخطوه اخرى. دكتور ما عندي مشكله. ما عندك مشكله، تمام. علي حيدر الرزاق، علي حيدر الرزاق، علي حيدر موجود؟ زين، علي حيدر ما اعرف وين. اوكي، اذا نرجع نكمل. هنا أنا عندي الراب تيست، يعني هنا أنا اذا عندي فد تيكست معين او كتابه معينه هنا يخليها بافضل طريقه. يعني صار مثلا هنا أنا اكتب كتابه، هنا من كتبت الكتابه تشوفون راح اصغرها شويه، هنا راح اوخر هاي الراب تيست يسموها، يعني احتواء الخليه او ترتيب الكتابه بطريقه معينه. شوف هنا يعني يرتبها بطريقه معينه، هنا اذا نصغرها نوخر هذه الراب تيست، تشوفون ما كفت الكتابه. اوكي، يعني هاي راح اكبرها او اصغرها، العفو، الكتابه ما كفت فطلعت خارج الخليه، فايش راح يسوي؟ راح اختار هذه هنا كانما سواها بشكل دورها او رتبها بحيث صارت بهذا الشكل عام وتحتوي الخليه. اوكي، بس بنفس الوقت هي الهايت او الارتفاع الخليه عندي قليل، فايضا ما كفت كون اكبر الارتفاع. اوكي، فهنا ايضا ان شاء الله هذه يعني تفيد بعض الاحيان او مهمه. اكو شغله مهمه اخرى، أو شغلة مهمة أخرى، شوفوا هسه فني الخلايا اللي هنا، أوكي، راح أوخر البوردر وأضيف هذه البوردر الطبيعي الباي ديفولت، زين، وهنا أنا بقيت لونها أحمر، راح أرجعه إلى الأوتوماتيك، زين. اوكي، هنا راح اوخر هذني، راح ارجعهن عمود يصير بهذا الشكل. اوكي، هسه هذني الخلايا هنا امامك، هنا مرات انت تكتب راح تعبي بيانات. اوكي، ايش راح تكتب؟ مثلا الاسماء، اسماء الطلبه، مثلا علي حيدر الرزاق، عندي اسم ثاني مثلا حسين مشتاق، مثلا هسه اذا اخذ الاسم الرباعي لحسين موجود، حسين مشتاق مسلم، حسين مشتاق او الثلاثي، زين، مثلا راح اكتب اسمي. اوكي، شوفوا هاي اني مختار الخليه العرض مالتها باي ديفولت، يعني اختارت الاسم هيك بهذا الشكل. لما كتبت الاسماء كتبت المرحله، مثلا المرحله الرابعه، أنا المرحلة الثالثة مثلا. أوكي، هنا نفرض هذه الكتابة أو هذا الصف يعني بهذا الشكل، فتشوفون هاي الكتابة اختفى الباقي مالتها. أوكي، وهاي الخلية يعني العرض مالتها زايد لأنه أنا ما أحتاج أكتبها القد، فشنو شلون أخلي الطريقة سريعة
اساوي النهايات. يعني اني هسه راح ابدي استمر اكتب اسماء الطلبه، اوكي انا عندي اسماء طلبه ابدي اكتبهم، اذا ارجع اخذ اسماء الطلبه هنا مثلا درجات الطلاب، اذا مثلا اروح على العام اشوف درجات مجموعه من الطلبه، اوكي انا اذا اروح القى مجموعه من الطلبه اشوف اسمائهم راح انسخها عندي هسه، اوكي هاي اسماء الطلبه راح انسخها راح اخليها بالملف الاكسل اللي عندي حتى اجري التعديلات عليه. زين هنا انا طبعا اذا بيس مباشره جاب لك اياهم كما هن على الاحتفاظ بالتنسيقات الموجوده هنا، يعني هنا أنا حجم الخط بولد هو القديم شلون انا كاتب هنا هناك طبعا هنا امامي بالضبط. اذا اتراجع خطوه كنترول وزد وهنا انقر خيارات اللصق اختار بس الفاليوز، فهنا جاب ليان وبتنسيق هذا المصدر او هذا الملف. شوفوا اسماء رباعيه اكو اسماء طبعا طلعت من الخليه هنا، طبعا بس اكتب الثالثه هنا أنا اسحبها عليهم تغير الثالثه بس هنا اختفت باقي الاسماء. شلون اخلي النهايات متساويه بحيث اراعي اعلى اسم، يعني اعلى اسم عندي يجوز موجود اوكي اللي هو هذا الاسم اوكي. فهسه اذا اسوي تكوير للخلايا اشوف اتوقع هذا اعلى اسم عندي او هذا اعلى اسم ماخذ عندي مساحه. شلون اخلي الخلايا اللي عندي ترتبط باعلى اسم من ناحيه العرض مع الخليه؟ شو تسوي؟ شوف هسه انا رجعتها هنا تروح للطرف، تشوفون هذا المؤشر شلون صار هنا عندي؟ المؤشر هذا دبل كليك اوكي، هنا دبل كليك شوفوا صارت الخلايا عرضها بالضبط مساوي لاعلى اسم بالعرض، يعني هذا الاسم اطول اسم عندي تشوفون خلاهن مساويه لهذا الاسم اوكي. هسه راح اعيدها، راح ارجع خطوه دبل كليك، لا تشوفون دبل كليك لما يصير المؤشر هنا بالطرف تريد تسحب انت طبعا تقدر تكبر، بس انت دبل كليك هو يسوي مثل نقول اوبتمايزيشن وياخذ اطول اسم ياخذ على اساسه، فدبل باعلى اسم اوكي. سهلني اذا اساويه هنا بالترتيب اوكي، انا مثلا كلهن 14 واخلل هذا الود، الارتفاع مع الخليه جدا عالي لان انا كانت الكتابه كبيره حجمها، فهنا أنا بالطرف ايضا بطرف الخليه دبل كليك طلاب شوفوهم دبل كليك، فدبل كليك شوف سواهن الارتفاع مالتهن بارتفاع طبيعي متساوي كلهن متساويات. هنا يصير عملك جدا مرتب، شغلك متساوي، يعني بالضبط راح يصير انت شغلك جدا مضبوط انه ما عندك اسم ما ظاهر، نفس الوقت الخلايا انت مستغل كل مساحتهن الممكنه وسواء زياده او نقصان. هنا مثلا تكتب اسماء المواد تقدر بهذا الشكل، تمام طلاب هاي النقطه واضحه، دبل كليك بالطرف هنا يعطي مساواه للنهايات، دبل كليك ايضا هنا يعطي مساواه للنهايات، هنا يصير عملك جدا مرتب اوكي. هاي النقطة أيضا مهمة جدا تستفاد من عندها طلاب أثناء عملك حتى يصير شغلك مرتب بالأكسل. هذني بعض الأمور جاي أشرحها أمور فنية، يعني ضروري اللي يشتغل على أكسل يكون يتعلم منها. هنا عندي ميرج أند سنتر، هنا إذا عندي خليتين أريد أدمجهن وأعبي بهن كتابة، أوكي؟ على سبيل المثال هنا هذني هاي ديليت راح أكتب هنا مثلا راح أكتب راح هذني ادمجهن، شوفون من ادمجتهن الخليتين صارن هنا بهالشكل. مثلا هنا عندي درجات اريد اكتب الدرجات، مثلا درجات الفصل الاول، الفصل الاول اوكي، الفصل الاول بدرجتين مثلا عندي تقييم هنا اوكي تقييم الطالب وعندي
عندي مثلا امتحان، اوكي امتحان وتقييم، هسه راح اوخرها ذني. الان الاسماء راح راح اوخرها الان اقدر ادمج ذني. شوفون شلون دمجتهن صار الاسم بهذا الشكل زين، وهنا الاسم الفصل الاول عندي تقييم الدرجة، عندي تقييم مثلا من 5 اوكي، وهنا عندي امتحان مثلا من 15، وهنا طالب ست درجة من 20. فهنا شوف غيرت الترتيب اللي عندي بهالشكل. فتقدر تدمج الخلايا، تستفاد منهن بهاي الميزة انه اذا تريد فد مجموعة خلايا تدمجهن وتخلي هنا هنا مثلا ابدأ اخلي المجموعة اوكي، هنا ادمج ذني تمام، وخرت الدمج ودمجتهن من جديد وارجع اعطيهن حدود. هنا مثلا المجموع، اذا المجموع مال الدرجات اوكي. هنا ما ظل اعيد التنسيق، اسوي فورمات كوبي واجي الصق هنا واحط الاظهر هاي الامور اوكي. اذا مثلا اعطيهن حدود، انا هسه ما جاي اسوي شيء لحد الان، مجرد انه جاي اشرح معلومات عامه، يعني الفونكشن يجوز ما نوصل لها بسهوله، يجوز فد الامراض اللي فد بعد 4 محاضرات يلا نوصل للدوال الرياضيه وشلون نتعلمها. لازم نضبط الواجهه مال الاكسل نتعلم لها ونسيطر عليها، خاطر احنا بعد يعني بنواجه صعوبه اثناء الوصول الى الدوال الرياضيه. انا تقريبا يعني لهنا راح اختم المحاضره، بعد ما راح اشرح وما اريد اطول عليكم. اي طالب من عندكم عنده سؤال او استفسار يقدر يتفضل الآن يستفسر عن أي سؤال عنده خلال هاي المحاضرة، حتى بعدها أنشر لكم استمارة الحضور. طلاب اللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، اللي عنده ملاحظة، لا يتردد يفتح الميكروفون ويسأل سؤاله. حسين مشتاق، واضح المحاضرة تمام؟ نعم دكتور. كله تمام. حاولوا تسجلوا الملاحظة قدر الإمكان. أنا ما عندي ملزمة بهاي المادة، أشرح أونلاين يعني. هنا نشرت لكم استمارة الحضور، والفيديو راح ينزل مع المحاضرة على شكل